أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين في تغطياتنا لمؤتمر الدولي الخامس لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة. معنا أيضا هنا أحد الداعمين للمركز منذ مراحل الأولى منذ نشأته، معنا الشيخ حمد بن محمد السعيدان. أهلا وسهلا فيك الشيخ محمد. الشيخ حمد، بسم الله والصلاة والسلام. حابين تقول لنا أول شيء الشيخ حمد، حابين تقول لنا عن دعمك للمركز، وحابين كمان توجه لنا رسالة للرجال الأعمال للمؤسسات الجهات من باب المسؤولية الاجتماعية، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، نحن ومن المؤسسين في هذا المركز لما رأيناه من الأبحاث المفيدة للمجتمع، لذلك نهيب بالمسرين ورجال الأعمال المساهمة في هذا المركز، وهو من الصدقات الجارية التي تعود على الشخص بالنفع والأجر العظيم. رأينا في هذا المركز أبحاث أبحاث مفيدة لما يتعلق بالإعاقة وبعض الأبحاث المفيدة. نعم، لا ما عليك، بنضبطها في المونتاج إن شاء الله بنضبطها. بس حابين يعني تقول لنا يعني إنه يعني إيش تنصح رجال الأعمال، يعني إنه شيء يعني هذا ينفع يعود بالنفع على مجتمعنا على وعي، يعني حابة تقول لنا شيء بسيط ومختصر يعني عشان ما تعبك. طبعا نهيب برجال الأعمال والمسرين المساهمة في هذا المركز وزيادة نشاطه لتعمل فائدة على المجتمع السعودي، وهذا يعتبر من الصدقات الجارية التي يستفيد منها الموسر في دينه ودنياه. صحيح، الله يعطيك العافية، شكرا لكم ولمتابعتكم لنا مشاهدينا. راح نستمر إن شاء الله في لقاءاتنا مع ضيوف أخرى، مع ضيوفون آخرون لهذا المؤتمر. دمتم وبد إلى أن نلقاكم. شكرا، يعطيك العافية.